كان مأموما إنه إذا فرغ من التشهد بقي ساكتا حتى يسلم الإمام، وربما بقي متململا، ولهذا بعضهم يتنحنح للإمام المرة والثنتين إشعارا له بأن بأنه ينبغي عليه أن يبادر إلى السلام. وكثير منهم لا يعرف أن هذا من أبرك الأماكن وأفضلها لدعاء الله سبحانه وتعالى ومناجاته بعد هذا السجود وهذا الركوع وهذا الخضوع لله وهذا الجلوس جلوس الوقار بين يدي الله سبحانه وتعالى قبل أن يسلم، يستكثر من الدعاء. أحد المصلين مرة يقول لإمام المسجد: يا أخي طولت علينا التشهد، والله قرأت التشهد مرتين. يقول قرأت التشهد مرتين. من قال لك تقرأ مرتين؟ فرصتك تدعو الله عز وجل قبل أن تسلم وتكثر من الدعاء وتلح على الله سبحانه وتعالى، وهذا من أحرى أوقات الإجابة، لأنك ركعت وسجدت وتذللت بين يدي الله عز وجل ثم جلست هذه الجلسة جلسة الوقار والخضوع بين يدي الله معظما لله مثنيا عليه شاهدا له بالتوحيد وللنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة ومصليا على النبي عليه الصلاة والسلام، أصبحت الآن في أكمل ما يكون من التهيؤ للدعاء والدخول على الله في مناجاته وسؤاله والإلحاح عليه سبحانه وتعالى بالدعاء. فهذا موطن عظيم جدا لدعاء الله، ولهذا قال: ثم ليدعو لنفسه بما شاء. في حديث ابن مسعود قال: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. هذا أمر ينبغي أن يتنبه له المسلم وأن يحرص على الاستكثار من الدعاء في صلاته قبل أن يسلم، فإنه موطن عظيم من مواطن تحري إجابة الدعاء.